مرحبا بكم جميعا، نحن الآن سوف نصنع التاريخ رفقتكم. دعونا نحقق هذا الحلم. نحن الآن أمام أكبر دورة في صناعة المؤثرات البصرية في العالم العربي وربما الأكبر عالميا. رفقتكم سوف نرقى بمستوانا إلى الأفضل، وأنا يحيى فلال سوف أرافقكم في هذه الدورة، ومرحبا بكم مرة أخرى. اليوم هو يوم رائع بالنسبة لنا جميعا، لأننا سوف نبدأ في دورتنا VFX. ودعنا نتحدث قليلا عن معنى VFX أو Visual Effects. فدورتنا لن تكون فقط متخصصة في Special Effects، لا نريد فقط تفجيرات ودخان ونار وما إلى ذلك. سوف نتحدث عن Visual Effects. إذن فلنبدأ بالتعرف على معنى Compositing، وهي عملية التركيب، أي عندما نأخذ جميع مواد المشهد كالانفجار أو الأشخاص أو أي أشخاص تم تصويرهم على خلفيات خضراء أو كائنات ثلاثية الأبعاد 3D Object، ونقوم بدمجهم في مشهد واحد أو تغيير مكان تواجد الأشياء أو إزالة أشياء أخرى من المشهد. Tracking وهو إحدى العمليات المهمة جدا، فهو العملية التي تجعلك تحصل على حركة الكاميرا لتستخدمها في دمج مجسم أو مجموعة من المجسمات داخل مشهد تم تصويره بكاميرا عليها حركة ما. ولدينا 2D Tracking and 3D Tracking، لأن 3D Tracking ببساطة هو عندما تتحرك الكاميرا داخل فضاء ثلاثي الأبعاد. ماذا عن Rotoscoping؟ هو ببساطة تحديد شيء داخل مشهد، لكن هذا يسمى فقط بالماسكين. إذن ما معنى الروتوسكوبين؟ هو عملية ماسك لنفس المجسم أو نفس الأوبجكت، لكن هذا الأوبجكت يكون متحرك فيتم تحديده فريم باي فريم. ماذا نقصد بكين؟ يكون إما بلو سكرين أو جرين سكرين، نختار اللون ونطلب من الحاسوب مباشرة إزالته. لماذا تم اختيار الأزرق والأخضر دون غيرهما؟ سوف نتعرف عن هذا في الدروس القادمة. Matte Painting وهو تركيب لمجموعة من الطبقات، حيث كل طبقة تحتوي بعض المؤثرات أو المجسمات، وهذا من التقنيات التي استخدمت قبل الحاسوب، وسوف نتحدث عنه بالتفصيل الممل في الدرس القادم. والآن سوف نتحدث عن أكبر التقنيات في هذا المجال، وهي تقنية تسمى ب3D Stuff، وتتكون من مجموعة من الأسماء التقنية وأولها Models. المودلز هو كالسيارات أو الشاحنات أو الطائرات وكل ما تتخيله من أشكال موجودة حقيقة أو متخيلة يمكنك نمذجتها. ولدينا Texturing وهو عملية إكساء هذه المجسمات ثلاثية الأبعاد وتلوينها. ولدينا أيضا Simulation وهي عملية محاكاة للواقع كالنار والدخان والماء والحركة كحركة السيارات وغيرها. ثم لدينا Particle Effects وهي إحدى التقنيات التي سوف يكون لنا فيها الكثير من الدروس، وهي عبارة عن الملايين من الجسيمات الصغيرة جدا، حيث يتم تجميعها بطريقة ما بمجموعة من المعادلات المتقدمة تؤدي إلى نتائج مختلفة كالماء والغبار وغيرها. ولدينا أيضا Lighting وهو عملية الإضاءة للمشاهد، و Rigging وهو عند الرغبة في تحريك كاركتر ما، فنقوم بإضافة العظام أو ما يسمى بالباونس، حيث أنه كلما قمنا بتحريك أحد هذه العظام نقوم بتحريك مكان التحامه مع الكاركتر، وعملية التحريك هذه تسمى بالأنيميشن. صراحة 3D Stuff أكبر بكثير مما قلناه فيه، لكن لا تخف سوف تصبح محترف معنا في هذه الدورة. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس، وإلى الدرس الثاني من دورة الـ VFX. كان معكم يحيى فلال.